تتزايد حاجة سوق العمل من الموارد البشرية الوطنية المتخصصة في صيانة وحماية الشبكات، وخاصة مع عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالتطور التقني والرقمي. أكاديمية الجزيرة العالمية تقدم برنامج دبلوم الشبكات الأكثر تميزا لمدة عامين. يوفر البرنامج حلول فنية متقدمة في مجال صيانة الحاسب الآلي، تركيب وتوصيل الشبكات، أمن وحماية الشبكات من خلال قاعات مجهزة، مواعيد مرنة، كادر محترف، شهادات معتمدة وعروض تنافسية. أكاديمية الجزيرة العالمية تمهد طريقك نحو الريادة في تبني حلول الشبكات. بادر بالحجز والتسجيل الآن والتواصل معنا على الأرقام التالية.